ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ معاكم ادهم كومه، والنهارده معانا فيديو من نوع جديد، والنوع انا شايفه صراحه هيعجبكم. احساسي كده بيقول لي ان النوع ده هيعجبكم. النهارده هنمسك الطريقات ال 81 بلس، هنعمل منها ال 85 بلس، ومنها هنعمل الميد ايكون. بس مش هنعمل بس الميد ايكون كده ونفتحها، لا، عملنا حاجه جديده هي بتتعمل مع يوتيوبرز بره بس احنا ما جربناهاش، والشات قال لي اعملها وجربها. حاجه اسمها ايكون رولات. من الاخر بنفتح باكت الايكون، انا ما بشوفش ولا انتوا بتشوفوا مين بيطلع، بشيله في النادي وبمسك جنسيه ادور عليها نشوف هو انه جنسيه فيهم. صراحه جامده جدا، جامده وضحك وتوتر وطالع ونازل. فانا انصحكم اولا ما فوتوش حته من الفيديو، لان الفيديو يعني بالذات الحته بقى بتاعت لما نبتدي نبص في اعلان الايكون، ما تحرقش لنفسك وتروح للاخر تشوف الايكون، امشي معايا وشوف. وفي الاخر بصراحه يعني انا عجبني الفكره، تمام؟ فلو انتوا كمان عجبتكم يا ريت تقولوا لي في الكومنتس ان هي الفكره دي عجبانا، قررها لنا نجربها تاني في ستريم تاني، مفيش مشكله، سواء من حسابي ومن حساب حد تاني. واللي هتشوفوه دلوقتي في الفيديو الجزء الاول باكاتكو انتوا ال 81 بلس، ال 85 بلس باكاتكو انتوا، وبعد كده هتلاقوا بقى بيكس كتيره. ده حساب انا، ونشوف بقى حظ حسابي هل هيتغير ولا هفضل في العزة اللي انا فيه. انا لحد دلوقتي السنه دي ما طلعليش غير انتريدبل دييجو كارلوس الهيدلاينر، وغير كده اللي تحتيه على طول راشفورد مثلا او اليسون حاجه زي كده، يعني ده البتاع الفرق. وطبعا انا فاتح باكات مش انتوا عارفين يعني حاجه رقم خزعبلي يعني، فطبعا العائد من الباكات نيله. معلش طولت عليكم في الانترو، ولا يا ريت بس قبل ما نبتدي ننزل نعمل لايك عشان الفيديو ده مختلف وهيعجبكم ان شاء الله. لو مش عامل سبسكرايب يا ريت تنزل تعمل سبسكرايب، ويلا بينا. انا عند محسن، نخش على الترقيات ان شاء الله، هنطلع له فيوتشر ستار. هشوف التشكيل، حاضر. امانه وده ماتش من يعني حاجه بسيطه خالص، يعني كارت ما يقعدش يعني يخش على اقرب اس بي سي. تاني مين اس بي سي؟ اوكي، تالت واحده، بسم الله. عايزين 85 بلس، 85 لو سمحت. ايوه هو ده. شويه فودر كده من اللي ايه، من اللي تحبوهم. ايوه ينفع، الناس دي بتنفع، الناس دي بتخلط بتفك زنقه. سادس واحده، وهوبا هازارد الغلاب. اعتقد تريبيير مركزه افضل. محسن، ونقول يا رب فيوتشر ستار ان شاء الله. ووك اوت اولا، الحمد لله فيوتشر ستار، الحمد لله. برتغالي دالوت فيوتشر ستار عند كابتن جوع دالوت. كلام محترم، كلام جميل. لا مين طلع تاني؟ انا مش عايز اعرف، جاني الشير بلاي لو سمحت. عايزين نعرف من المتخفي في افا دالوت. من مختفي في افا دالوت؟ الحظ عند كابتن جمعه، اخيرا هستعملها. الحظ عند كابتن جمعه. اوه امبابي وفيوتشر ستار، او اتنين فيوتشر ستار بمعنى اصح. اي خدمه، اي حد عاوز باكات كويسه طريقات كويسه ينور، يتفضل في الاستراحه وياخد الواجب ويتكل على الله. 85 بلس، هل هيبقى فيها مفاجأة زي مبابي مع فيوتشر ستار، ولا هيبقى فيها خازوق؟ أنا قلبي صراحة مش مطمن. بس تلات ووك أوت، تلات ووك أوت أزرق، ممكن يبقى أزرق مضروب على فكرة. إنجليزي آر إم، ما مش مضروب أصلي، بس ممكن وراه حد برضه عشان ده سبيشال كارد. هل يبقى وراه مفاجأة؟
سانشو مش وحش. ومرتنز 7 بيكس من عند يوسف عادي نبتدي يعني بكيميتش موضوع بسيط خالص يعني بتاني بيك فيها يعني بروزوفيتش موضوع بسيط خالص. تالت بيك هيكون فيها مين؟ هيكون فيها كوكي يعني ريتنج حلو قوي. رابع بيك فيها فيوتشر ستار. رابع بيك فيها فيوتشر ستار. الموضوع سهل الموضوع سهل جدا تمام. خامس بيك لا دي خيشت انا هتعرف. سادس بيك ابتدت تخيش. هل اخر بيك هيبقى فيها اجابة تانية؟ خلينا نشوف. لا فيها تخيش. هل حظي هيتغير؟ تعالوا كده نبتدي ننقلنا واحدة كده من النص. الله الله هايل يا ابني هايل يا ابني. ننقلنا واحدة من على اليمين. الله ووك اوت. انه حارس المانشستر سيتي. طب تاني صفحه كده يمكن حد انفورم ديبوشي نايس. فيهاش واحده كده ديست فيوتشر ستار. ستيرلينج حلو قوي ما ينفعش بقى رويس وديمبلي دول يجيلوا في باكات تانية لان عارف باك الجاية بس مش هيبقى فيها 83 على بعض بالظبط. قصدي الحظ يتوزع يعني لو في ووك اوت تبقى يعني تبقى منتشرة. اخ ابتديت تخرف. طب ناخد واحدة من الصفحة التانية يمكن ديست يطلع. لينو حلو ماشي. ناخد واحدة هنا سريع. كوريرا وحش قوي. اوكي ناخد رقم تلاتة. رقم تلاتة يتفضل معانا يخزوقنا. هقول لكم فكرة ماشي. دوبليكت 81. كورتوا وجو جوميز. كورتوا 89 كلام محترم. ده كلام جميل جدا جدا جدا. جواو موتينيو انا راضي جدا لو ما طلعليش يعني كلب من بعد الباكات دي من الباكات بعد الباكات دي مش هبقى متضايق. انا راضي بنسبة 100%. موراتا ماشي. لو قلنا بروزوفيش اخر بيك معانا هل هيبقى فيها ديست؟ انا مش عايز غير ديست. عايز الدون او ديست. ممكن دون او ديست. بنزيما 89 حلو قوي. فكرة ممكن اعمل ايكون كده. ممكن اعمل ايكون ويطلع لي خازوق جديد. كان كولاسي. لا لازم كولاسي ماشي. 85 دبل ابجريد يا رب قبلك عشان يساعدني في الايكون اس بي سي او الدون. قول لي ادهم هو في حد بيبقى عايز يفتح باك يطلع له قبلك؟ يا باشا انا سقف طموحي دلوقتي بقى فودر. مبقتش عندي امل ان هطلع لي حاجه السنه دي فبقيت ابص على الحاجه اللي يعني حاجة في المتناول يعني. قبلك طلع لي كذا مرة السنة دي يا رب. مثلا قبلك وتيرشتيجن. قبلك وبوسكيتس. بوسكيتس وكروس. رضا والله العظيم هبقى مبسوط فشخ. فتعالوا نجرب ونشوف. يا رب ووك اوت الاول بس عشان انا عارف نفسي. الحمد لله ووك اوت. انفورم مين انفورم ووك اوت؟ مختاريان. بس مفيش واحد من ارمينيا كلها غير مختاريان. وده حلو. تقول لي ليه حلو؟ اقول لك 86 انفورم يساعد في الايكون اس بي سي. يساعد جدا كمان. فده كلام محترم. ده يساعد جدا كمان. 85 معاه مش مشكله. راضي. ايكون رولت
بلس بريدكشن. ماشي هخبي الشاشة. مش قادر اتنفس، مش عارف اتنفس. هخبي الشاشة واعمل له ستورين كلوب، صح؟ ماشي كده، مش بشوف من غير نظارة. ماشي ال 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 فتحت الباكة. جنسية، اول جنسية ايه؟ يابان. يخرب بيت كده، لا مش عايز يابان، مش عايز يابان. الحمد لله. قلبي يما، مش تربية. لا الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. لا مش اسكتلندا، لا ان شاء الله مش ويلز. السويد، مش السويد. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. مش قادر، مش قادر اكمل. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. ريبوبليك، مش تشيك ريبوبليك، مش تشيك ريبوبليك. غانا، لا مش غانا. الحمد لله، الحمد لله. مش قادر، جي الحمد لله، الحمد لله. ألمانيا، ابتدي بألمانيا. مش ألماني، هولندي، هولندي، هو هولندي، مش هولندي. إسبانيا، إسباني، مش إسباني. طب هو إيه جنسية أمه إيه؟ ولا يا رب ما يطلع إنجليزي، يا رب ما يطلع إنجليزي، يا رب ما يطلع إنجليزي. مش إنجليزي، مش إنجليزي، مش إنجليزي. والله لو 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 تسمعوا، والله العظيم دب 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 دب. أرجنتينا، أرجنتينا، مش أرجنتينا. ما تقوليش بقى برتغال إيطاليا، مش برتغال، مش قادر أتنفس، مش قادر أتنفس. إيطاليا طيب. الله كابتن مدحت، انت عارف النوادر بتاعت افريقيا طبعا. ايوه كابتن. الحمد لله، الحمد لله. لا تعليق، لا تعليق على حظي السنة دي. ثالث رابع ايكون باك انزاجي، وكده تم الحصيلة. بريزي البيبي، سكر الميدل، جاتوس البيبي، وانزاجي ابن ال ايكون باك. بسم الله. احمد حسن، اوه ده الجليش يا رب. البيبي او الميد مش فارقة، مبروك. ده الجليش عاش بيبي. انا شايف البيبي نسخة احسن. الف الف مبروك، الف 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 مبروك. ربنا يبارك لك فيه.